وقوليلي شو بيشتغل البابا تبعكم؟ هذا الخليفة المار بطرس. خليفة مين؟ المار بطرس اللي معه مفتاح الجنة. عزقين على هالحكيات عزقين. ليه بس مار برقص مع مفتاح الجنة؟ طب باقي طوعوا المخلوق بتضلكوا واقفين برا؟ خافش بضوعوش. بضوعوش. شبي قهوة؟ لا بديش شكرا. ايه بلاش. ودخلك انت بالاسلام، مين انكم معه مفتاح الجنه؟ حبيبتي احنا بالاسلام كل واحد معه مفتاحه، بنفتح باب هالجنه وبنفوت. لا حدا بيسال عليك وطلع لكم وسطه كبيره. ايه ده شو فكرك؟ عندنا وسطه بتخوف احنا. لا حدا بيسالنا لا من وين فايتين ولا من وين طالعين. والله وكيلك الله وكيلك، انت سامحنا بواحد واثنين وثلاثه واربعه.